السلام عليكم. عندنا واحد لافراكسيون راسيونيل f de x égale x au cube moins 2x carré moins x moins 3 le tout sur x au carré moins 3x plus 2. On a la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle. Idem. Qu'est-ce que je vais dire vidéo? Awalan, le degré du numérateur. Le degré du numérateur est 3. Le degré du numérateur égal à 3. Je trouve le degré du dénominateur. Le degré du dénominateur est le maqam qui est 2. Idem 3 akbar qat'an min 2. Idem yemkin lina nqassmo البولينوم اللي كاين في المقام على البولينوم اللي كاين في البسط. لماذا؟ باش نوجدو تو سامبلومون لا بارتي اونتيير ديال هاد لا فراكسيون راسيونيل. اذا غادي نبداو على بركه الله نشوفو نقسمو نديرو لا ديفيزيون اوكليديان ديال البولينوم اللي كاين في النيميراتور اللي هو x au cube moins 2x carré moins x moins 3. نقسمو suivant les puissances décroissantes. Et là x au carré moins 3x plus 2. Les puissances sont décroissantes. لاحظوا هنا 3 1 غادي داكشي كيهبط 1 2 1. Le degré n'a 0. Itnan, le degré n'a 1, radio kehbat, le degré n'a 0. Et dans radio n'passem, x au cube, elle a x au carré, il y a x. X fois x au carré, il y a x au cube. Ou on a naqis x au cube. Je vais être dire, je mets le mantra. Naqis 3x au carré, zaid 3x au carré, zaid itnan x, naqis itnan x. Et dans radio je mets, ado. غيعطو صفر. هادو غيتجمعو غيعطو x او كاري. هادو غيتجمعو غيعطو ناقص 3x. هادو غيتجمعو غيعطيو ناقص 3 مع صفر. ناقص 3 مع صفر اللي كاين هنا ناقص 3. اذا القسمة باقا موقفاتش. x اس 2 على x اس 2 هي 1 زائد 1. 1 في x اس 2 هي x اس 2 ونوضع ناقص x اس 2. واحد في ناقص 3x هي ناقص 3x غنوضع زائد 3x. واحد في 2 هي 2 غنوضع ناقص 2. اذا غنجمع x اس 2 ناقص 2 صفر ناقص 3x زائد 3x صفر ناقص 3 زائد ناقص 2 هي ناقص 5. اذا هنا الباقي عندي هو هذا. اذا الان f دو x ايغال لاحظوا معايا حسب قواعد القسمة الإقليدية عندي هنا واحد البولينوم وعندي هنا المقسوم هو هذا المقسوم عليه هو هذا الخارج هو هذا الباقي ها هو فينا هو. إذا مثلا حسب القواعد اللي كتعرفوا من الابتدائي إلا خديت واحد العدد أ وقسمته على عدد بي غيعطيني خارج كي وغيعطيني واحد الباقي ار. اذا هنا حسب تعريف القسمه الاقليديه اذا ا يساوي بي في كي زائد ار. اذا هنا غنقسم ا على بي نقسم الطرفين ببي ا على بي يساوي غنقسم هنا ببي غيعطيني كي زائد ار على بي. اذا نوت فراكسيون راسيونيل غتصبح تساوي كي اللي هو اكس زائد واحد زائد ار اللي هو ناقص خمسة على بي اللي هو اكس اس اثنان ناقص ثلاثة اكس زائد اثنان. اذا يمكن لي نبسط هذا الناقص مع هذا زائد ونكتب هنا مباشرة هنايا ناقص وهنا نكتب خمسة. إذن
ناقص وردوا البال من هذه الكتبه هذه لان غلطوا من بعد. اذا هنا اف دو اكس عندها اون بارتي اونتيير اللي هي اكس زائد واحد، هي هذه هي لا بارتي اونتيير. اذا الان غنمشيو دابا نشوفوا ثاني شيء اخر. من بعد ما وجدنا لا بارتي اونتيير ديال لا فراكسيون راسيونيل اف دو اكس غندوز دابا لا ديكومبوزيسيون ديال هاد لا فراكسيون راسيونيل هادي 5 سور اكس او كاري موان 3 اكس بلس 2. اذا هنا لو دوغري ديال النوميراتور هو صفر، لو دوغري ديال النوميراتور هو 2، صفر صغر قطعا من 2، اذا 5 ما يمكنش ليه يتقسم هنا يديكومبوزا كما درنا هنا لا بارتي اونتيير. اذا غادي نشوف دابا نمشي للدينوميناتور، غنشوف دابا لي بول ديال هاد لا فراكسيون هادي 5 على اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد 2. اذا لي بول شنو هما؟ هما الاعداد اللي كي ينعدم فيهم البولينوم اللي كاين في الدينوميناتور. اذا البولينوم اللي كاين في الدينوميناتور غادي نحسب ليه لو ديسكريمينون ديالو دلتا ايغال بي او كاري موان 3 او كاري موان 4 فوا ا اللي هي 1 و سي اللي هي 2. شحال غتعطيني؟ غتعطيني 9 ناقص 8 هي 1، 1 موجب قطعا. اذا هنا كاينين دو غاسين غيال، ليكزيستونس دو دو غاسين غيال، كاين وجود جذرين حقيقيين. اذا هاد الجذرين هما غنسميهم على التوالي اكس واحد يساوي ناقص بي هي 3 زائد جذر مربع دلتا هي 1 على 2 ا هي 2، 4 على 2 هي 2، ثم اكس 2 الجذر الثاني هو موان بي موان غاسين كاري دو دلتا ناقص 1 على 2 ا، 2 على 2 هي 1. اذا هاد البولينوم هذا اللي في المقام الجذرين ديولو هما هادو 2 1. اذا هاد 2 1 هما لي بول القطبين ديول هاد لا فراكسيون راسيونيل. اذا اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد 2 غيتعمل على الشكل التالي، وغتصبح عندنا اف دو اكس ايغال نزيد واحد ايغال هنا. اذا اف دو اكس ايغال اكس بلس 1 بارتي اونتيير موان 5 سور x موان 2 هذا فاكتور دو x موان 1. اذا هاد لا فراكسيون راسيونيل عادي بما اننا عملنا ليها المقام ديالها، اذا يمكن ليها الان تفكك او ال سو ديكومبوز اون x بلس 1 موان، ونفتح معقوفة كما قلت لكم قويلة. غنرد البال هنا، نرد البال باش انا عندي ناقص، نفتح معقوفة هنا وندير لا ديكومبوزيسيون حسب الدرس ديالي. دوغري هنا واحد، اذا هنا لو دوغري غيكون صفر، اذا غتكون واحد لا كونستانت ا زائد لو دوغري هنايا واحد، اذا هنا خص يكون لو دوغري صفر. إذن إن كونستانت بي. إذن هنا صافي كلشي سهل، يمكن ليا دابا باغ إيدونتيفيكاسيون غنستعمل غير هاديك الطريقة ديال إيدونتيفيكاسيون. إذن هادشي اللي بينات الأقواس أو الحمرين هذا يمكن ليه الآن غيساوي ليا حسب الدرس أو عفوا حسب توحيد المقامات إكس موان دو إيسي فاكتور دو اكس موان زان، وهنا غتعطيني ماذا؟ ا في اكس موان زان هي ا اكس موان ا بلس بي اكس موان دو بي. نعمل ب اكس، اذا ا بلس بي لو تو فوا اكس موان ا موان دو بي موان ا موان دو بي ايغال A5. Ceci égale, ceci égale, donc j'obtiens A plus B fois X moins A moins 2B égale, هذه اللي مدور عليها 5 على
x moins 2 facteur de x moins 1. Donc, pour que deux fractions soient égales, il faut que les numérateurs soient égaux et les dénominateurs soient égaux. Le maqam main hna, tsaoui. Donc, il va tsaoui al-bastain. Donc, a zaïd b fi x, ou n'a makinash x, yani mu'amil à cipher. Yani, hada. Yani, anna a plus b égale 0. Et moins a moins 2b égale à 5. Moins a moins 2b égale à 5. On factorise moins 1. On passe un b. Et on reste un linéaire. A plus 2b. Et on a deux équations. 1 et 2 qui forment un système. Donc, on va chercher 2 et 2. ونطرح منه واحد اش غتعطيني a موان a 0 دو b موان b c b égal موان 5 موان 0 c موان 5 et voilà j'ai trouvé b puisque nous avons a plus b égal à 0 شنو هذا معناه انهما متقابلان ان a و b متقابلان et ceci implique que a هو المقابل ديال b المقابل ديال ناقص 5 هو il y en a un tout simplement A et B. Donc, ce qui termine notre question, donc, notre fraction rationnelle f de x, ou lettre de série, partie entière, il y a x plus 1, on a un petit peu moins, on a un cosine, on a un bel, on a moins, on a un petit peu moins. ونخلي هاد المعقوفات من بعد نزولهم a على x-2 plus b على x-1 b راني لقيتها نعوضها b ناقص 5 هي بلاصتها هي و a هي تساوي 5 اذا دابا فينالمون غادي نزول المعقوفات وغتبقى عندي كنتيجة أخيرة نوتر فاكسيون راسيونيل إف دو إكس كتساوي إكس بلس أن موان سانك سور إكس موان دو بلس أو موان سي موان مع هاد الموان غتولي بلس سانك سور إكس موان سانك إيه هذا هو إذن هذه هي la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle f de x. إذن هنا لاحظوا معايا la partie entière. هنا هذا c'est un élément de première espèce. هذو ce sont des éléments de première espèce. إذن توصلنا إلى تفكيك الكسر الجذري f de x إلى partie entière هي ومعهم deux parties ou même deux fractions rationnelles de même deux éléments simples de même de première espèce idem هكذا اكون قد انهيت هذا التمرين اذا اعجبك الفيديو حاول ان تشارك في القناه وتفعل الجرس لكي يصلك دائما الجديد والمفيد اذا الى اللقاء